كل حضراتكم من جديد. طبعا اللي من حضراتكم متابع برنامجنا من اول حلقه من حلقاته اكيد ما عندوش ذره شك في ان احنا بنهتم دايما بكل ابطالنا ده بشكل عام، ولكن الحقيقه دايما بنركز في اهتمامنا على ابطالنا المؤهلين بصفه خاصه للبارالمبيك الفتره الجايه ان شاء الله، اللي هم طبعا ابطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصه. هم بالفعل رافعين راسنا ورافعين علم مصر ومشرفينا في كل المحافل الرياضيه العالميه. يعني باختصار مفيش بطوله، مفيش يعني منافسه عالميه غير لما بيتاهلوا ليها، وما بيرجعوش منها غير بمجموعه كبيره من الميداليات في كل الالعاب. طبعا هنتكلم عنهم اكتر من خلال وجودنا مع الاستاذ ايهاب حسنين، وهو نائب رئيس اللجنه البارالمبيه، الى جانب كونه اعلامي، الى جانب كونه ما شاء الله بطل كمان رياضي سابق وتاهل قبل كده هو كمان للاولمبياد. اهلا بحضرتك، صباح الفل عليك. صباح الخير واهلا بكم جميعا، وانا بشكر طبعا قناه الاهلي على الاستضافه. فعلا ممكن اصبح عليك بس الاول استاذ ايهاب. ده يسعدني. انا بجد والله انا وكريم متشرفين بوجود حضرتك معانا، حضرتك مثال مصري جميل بجد والله، زي ما كريم قال رئيس لجنه بارالمبيه، بطل رياضي اعلامي، وكان ليك تكريم كبير جدا كمان في النادي الاهلي هتحكي لنا عنه. فنبدا بالاستاذ ايهاب، معلش لان قصه اكيد حابين ان احنا كمان جمهورنا يعرفها اكتر. ايهاب حسنين طبعا مواطن مصري، يعني اتولد وفي أسرة عادية، خدت إبرة غلط غيرت اتجاهي. بدأت كان سن حضرتك قد إيه؟ ده كان ساعتها عندي سنة. فبدأت كنت أتفرج كده أقول إيه، هو أنا في يوم من الأيام كده هبقى بطل رياضي؟ هو أنا في يوم في الأيام كده هبقى زي مثلا المذيعين اللي بيعملوا خير، كان طارق علام وجمال الشاعر. فأفكار، فربنا كرمني والحمد لله دخلت بطولات. دخلت الاول كعلاج طبيعي في السباحه، وبعدين دخلت المنتخب الطايره، اشتركت في اول بطوله كانت 87، وبعدين رحت اولمبياد سول واولمبياد برشلونه. جميل. ده الايه، والحمد لله قعدت اتمرن شويه، وبعدين جت 96 كنت الحمد لله اول لاعب اتعمل له ماتش اعتزال في النادي الاهلي سنة 96. معلش حضرتك خدتنا كده بسرعة في نقطة عايزة أقف عندها لأن دي كلنا نتعلم منها بجد يا أستاذ إيهاب. شاب صغير يعني جه لقى نفسه لخطأ ما طبي أو غيره بهذا الشكل، لكن هناك طموح، هناك إرادة، هناك عائلة بتدعم. مزبوط. أخدت حضرتك قرار وكنت زي ما بتقول بتشوف ناس بتقول أنا عايز أبقى كده وبقيت كده ويمكن كمان أحسن. فإزاي ده القرار لما اتاخد إزاي تم على أرض الواقع؟ معلش عايزين نعرف. لازم يبقى الواحد عنده إيمان بربنا سبحانه وتعالى ويكون مخلص في عمله. فالنجاح يعني إصرار، مصابرة، اركز، ماليش دعوه باللي بيتكلم. ده كان في ناس يقول لك ايه معاقين وهيلعبوا رياضه. انا خلاص رايح مركز، عايز قدامي ميداليه او قدامي بطوله، والحمد لله دخلت ووصلت لاعلى المناصب. يعني بالنسبه للكلاعب الحمد لله اي لاعب يتمنى يوصل للاولمبياد، وصلت الاثنين الحمد لله ما شاء الله. غير كده بعدين دخلت اولمبياد برشلونه وبعدين اتلانتا، اعتزلت 96. اعتزلت بقى ليه بقى؟ ليا اخت صغيره كانت عندها 9 سنين واهلي كلهم مسافرين بره، فكان دي يعتبر فاكهه الكره المصريه، كانت بتلعب كوره، فكان قالوا دي هتبقى يعني لعيبه ملهاش حل. فانا على طول بسافر، فوالدي قال لي لازم، هي اسمها ساره، ساره دي لازم تبقى معانا تسافر الامارات. والدي قاعد في الامارات. اوكي. فهنا كانت الدكتوره صح الحواري ساعتها، قالت له ايهاب ارجوك ساره دي تقعد على اساس هي دي هتبقى مستقبل الكره المصريه. جميل. فاعتزلت الرياضه بسببها عشان اقف وراها، وبدات معاهم. وبعدين في مره كان في ماتش متزع على الهواء، فقالوا لي ايهاب بتعرف تعلق؟ قلت لهم ما اعرفش. قالوا لي طب على الاقل انت حافظ اسامي البنات، خش. عارفه لما تقول ايه يعني تصريح خش خش. رحت داخل وما كنتش اعرف ان انا عندي هوايه التعليق. ده حضرتك هنا؟ ده انا، ده وخالد علي في ماتش اعتزالي في النادي الاهلي. اوكي. بس كمان كان في شعر بقى ايام الشباب يعني. فالمهم دخلت التعليق، وبعد ما دخلت التعليق فقابلني طبعا كان الله يديله الصحه استاذ الجويني، العميد الجويني. طبعا. قال لي ايهاب انت عندك قبول في التعليق، بس خش العب في المجال بتاعك. انت بطل فولي، خش في الفولي، ابعد عن الكوره. اوكي. الحمد لله من 98 كل البطولات بقى للاصحاء، وكل الاولمبيات البارالمبيه للمعاقين من سيدني
انا اللي بعلق عليها. ربنا كتب طريق تاني. اه سبحان الله. المهم ده الاولى تعليق، ازاي بقى اخش بقيت مذيع؟ صديق عايز خدمه، تعرف حد في التلفزيون؟ انا ما اقولش حد لا، لو ما اعرفش اقول له اسال اللي يعرفني. اوكي. المهم فالخدمه كانت موجوده، ورحت للاستاذ رئيس قناة النيل الرياضة، كان أستاذ حسين، فقلت له صديقي عايز عنده خدمة. فعلا قدم له الخدمة وقال له يعني فكرة برنامج أعملها له. فأنا ماشي بيقول لي إيهاب أنت بتعمل إيه؟ قلت له ولا حاجة، أنا سكرتير لجنة برالمبية وبعلق على الماتشات. قال لي ما جربتش تبقى مذيع وتعمل برنامج للمعاقين؟ قلت له والله أنا شغال في بنك واعرف بيقولوا لي ما ينفعش عشان لازم تبقى انت موظف في في اذاعه التلفزيون. قال لي لا، في حاجه اسمها تصريح وفي حاجه اسمها متعاقد من الخارج. متعاقد من الخارج وكده. قال لي وانت عندك القبول والقبول وانت ممكن تتكلم اكتر من اي حد في المجال. وقد كان من 2011 وانا عندي برنامج اسبوعي. هو من ناحيه القبول فبسم الله ما شاء الله. لا 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 والله بسم الله اروح منكم فين؟ لا يا فندم العبد حضرتك بسم الله ما شاء الله بتشاع قبول والله فعلا. ربنا يديلك صحه. في ناس تتحب اول ما تشوف بجد استاذ زياد حضرتك عندك دي حقيقي يعني. فالحمد لله فجت الامنيه ان انا عايز اعمل خير، مش وانا بقول عايز ابقى زي طارق علام وجمال. فرايح كنت معزوم في الجامعه الامريكيه في السفاره اليابانيه. اوكي. فلقيته بيتصل بيا الاستاذ ربنا يديله الصحه الدكتور اسماعيل عثمان. بوب يا حبيبي انا عايزك في اسماعيليه وتيجي تحضر حاجه لايه؟ حبايبك المعاقين الغلابه. كده هو بالظبط. جميل. وانا في نفس الوقت رايح فين؟ سموكن بقى ورايح اللجنه اللي هو السفاره والايه؟ والاوبرا. قلت لا خلاص انا جاي، خليني مع الغلابه زي ما بيقولوا يعني. جميل جميل. اروح اقابل مين هناك بقى بالصدفه؟ شجره خير ماشيه على ارض مصر. الله. الفريق مهاب مميش. طبعا كان طبعًا. ساعتها رئيس هيئه قناه السويس. اوكي. قابلته وبعد ما قابلته طلبت منه، كان فاضل ثلاث اسابيع على عيد الام، قلت له انا عارف حضرتك بتعمل خير وكنت اتمنى الامهات اللي عندهم ذوي اعاقه نفرحهم في عيد الام. قال لي كلمني بكره. وقد كان قعدنا ست سنوات نوزع اجهزه تعويضيه. الله الله. وكراسي ما شاء الله وادويه للغلابه والمعاقين، معاقين بالذات يعني. فده الحمد لله ربنا يكرمك اللي انا كنت طالبه ربنا ادهولي. جميل جميل. ورجعت بقى للرياضه والحمد لله مسكت مناصب مصريه وعربيه، يعني بقيت انا نائب رئيس الاتحاد العربي والمصري وعضو مجلس اداره اتحاد الطايره، ان شاء الله مسافرين يعني. ويعني ده نبذه عن ايهاب حسنين يعني. وهي قصه جميله فعلا. ما شاء الله على حضرتك بجد، وربنا يجعل كل الخير ده يا رب في ميزان حسناتك دايما. الحقيقه قبل ما ندخل بس مع حضرتك في يعني الاولمبيات القادمه البارالمبيه، في تفصيله كده بس عايز يعني اسمع من حضرتك رايك فيها او رؤيتك ليها، او خلينا نسميها رساله تتوجه بيها للناس اللي هم المعافين تماما. الحقيقه النجاحات المتتاليه والمشرفه لكل ابطالنا المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصه تخلي كل واحد فينا من الاسوياء يختشي. الناس اللي هي بيبقى ما عندهاش مشكله وبتخلق مشكله عشان تعطل نفسها بموجبها، لما بنتفرج على ناس تحدوا ظروف قدريه مش اي حد في الدنيا يقدر يستحملها، ومش بس عاشوا بيها، ده عاشوا بيها بنجاح مدوي وحققوا من خلالها انتصارات عالميه. تقول ايه لكل شخص سليم معافى ومتكاسل ومش بيعمل اللي عليه كما ينبغي؟ احمد ربنا على نعمتك. نعم بالله. ما بيحسش بالاصابه الا يعني عايز تشوف صحتك، شوف روح على مستشفيات. فانت لما تلاقي حد عنده اعاقه وبيعمل، المعاق بيبدا بيثبت نفسه ليه؟ للاسف طبعا حاجه مش موجوده بره، اللي تسوي زي المعاق ما فيش اي مشكله خالص طبعا، لكن النظره هنا او بعض الدول العربيه تلاقي ان واحد عنده معاق بيخبيه مش عايز يطلعه، فبدا المعاق ذات نفسه حاسس ان هو محرج مكسوف. لكن بعد بقى لما البرامج زي سيادتك والبرامج التلفزيونيه والرئيس بيستقبلهم، الله لا ده الناس دول عاملين انجاز طبعا. طب ما تشوفوا الناس دول بقى بيعملوا ايه. اولا اللاعب المعاق عايز يثبت نفسه اولا عشان يبقى عنده
القدره على المعيشه الملائمه وطبعا الظروف صعبه اكيد. فايه اللي بيثبت له ويثبت كيانه ان انا ابقى متفوق رياضيا؟ مشكورا سياده الوزير كرم او وازى مكافاه الاسوياء بالمعاقين في الدورات البارالمبيه بقت الميداليه بمليون جنيه ما شاء الله. فانا قاعد اتمرن واخد المليون وشكرا على كده. يعني ايه يبقى قدامه هدف يبقى ده مبارك الله في مركز ربنا كرم في ميداليه تانية. احنا عندنا ما شاء الله ابطال جايبين 3 و4 ميداليات و5 ميداليات ما شاء الله. يعني عندنا لعيبه في مصر العاب قوه ورفع اثقال. يعني عندنا كابتن متولي مطحنه 5 ميداليات، كابتن فاطمه عمر 5 ميداليات ما شاء الله، شريف عثمان 3 وداخل في الرابعه. يعني كلهم مركزين، اللي يتكلم وانا قاعد اشتغل وانا يهمني النجاح. النجاح بيساوي يعني ايه بعد مالي طبعا وبتعب. في حاجه عايز اقول لحضرتك، حاجه السوي بينزل من بيتهم من على السرير بيركب ويمشي، المعاق بيبقى بقى مش من الصفر من ماينس. ليه؟ بيلبس جهاز او يجيب حد يجيب له كرسي فبيبدا يعني هو ماينس عشان يوصل للصفر الاول طبعاً. وبعدين يبدا يتحرك عندك فده المجهود الزياده صحيح. مش كلهم معاهم امكانيات يركب عربيه وكده. فتخيل بقى حضرتك اذا كان حد مثلا حد بيقول لك بالعجله او بالكرسي او حد بيشيله او يعني كل ده معاناه. فكل ده بتبقى موجوده في اللي نقول ايه قلب الشخص ذات نفسه، انا عايز كل ده تتشال واظهر للحته ان انا اقعد هنا أب انا بطل طبعا. انا كذا بره ابطالنا معروفين في العالم بره والحمد لله. دلوقتي بقى في طفره اعلاميه، يعني الوعي اختلف استاذ ايهاب فعلا. يعني ابتدى الناس تنظر لمن هو مختلف مش بشكل ان هو اقل. يعني خلينا نتكلم بهذا الشكل. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال، هم عدد اصحاب الهمم في مصر تقريبا كام؟ هو حوالي 12 مليون انا بس عايز اقول لحضرتك الخريطه بتاعه المعاقين، لان في ناس مدخلين ده في بعض ده في ده. رياضه المعاقين في مصر تنقسم الى جزئين، جزء تبع وزاره الشباب والرياضه وده اللي بيجيب الاولمبيات، وجزء ده بقى تبع وزاره التضامن. ايوه وزاره الشباب والرياضه دي بتبقى لجنه بارالمبيه اللي انا اعتبر النائب بتاع مجلس اداره. اللجنه البارالمبيه دي تحتها اتحادات، اتحاد ذهني واتحاد مكفوفين و و و فده الجزء الرسمي اللي بيسافر البارالمبيات. طب وليه ليه اصلا في جزئين؟ انا هقول لحضرتك حاجه. ده فيها ذهني وفيها حركي. اوكي ذهني وحركي. يتبع ايه؟ وزاره الشباب والرياضه. هم دول الاساسيين اللي بيتعاملوا رسمي وبيروحوا دوره بارالمبيه زي الاسوياء طوكيو. يعني الدوره بتاعت الاسوياء هتسافر طوكيو، احنا بعديها ب 15 يوم هنسافر. في جانب اخر اعاقه ذهنيه تتبع وزاره التضامن ولا تتبع وزاره الشباب والرياضه زي السبيشال اولمبيك. الاولمبيات الخاص. ففي ناس فاكره ان الاولمبيات الخاص عشان هم معظمهم اعاقه ذهنيه فاللي بيروح بياخد ميداليه، فتلاقي راجع لك ب 30 40 60 80 ميداليه. ليه؟ عندهم اعاقه ذهنيه. احنا بقى البارالمبيك منافسه فبنروح بنرجع ب 10 ب 12. فتلاقي في ناس مش عارفه الله دول 60 ميداليه ويتكرموا ودول 15، ايه الفرق؟ مع ان احنا اللي بنتعب. ايوه هناك اللي بيسافر بياخد ميداليه، لكن احنا عشان الحركي فالحركي كله، وفي جزء ذهني بس الذهني بقى الاصابات البسيطه. فدي بس انا حبيت ابين نقطه مهمه. ان انا واحد من الناس على فكره ما كنتش اعرف ان في الشقين الناس دول. وبعدين الناس كلها مش عارفين مين رئيس مين مين رئيس مين. يعني احنا اللجنه الرئيسيه اللي هي الدكتوره حياه قطاب وايهاب حسنين النائب واعضاء مجلس اداره. الجزء الثاني بقى هتلاقي مثلا الاستاذ ايمن عبد الوهاب، الاستاذ هاني محمود، دول اولمبيات تبع وزاره التضامن. تمام. فدي حته يعني ايه للتوضيح يعني عشان عارف احنا لما نروح جبنا سته ولا احنا جايبين 12 ميداليه. احنا على فكره كل ما بنروح بنجيب ميداليات ما شاء الله بس مش بالقيمه، لان هناك الا عدد
انا طلعت 40 هرجع لك ب 40. طيب انا عندي سؤال بقى لحضرتك فضلك. علشان برضو اللي بيتفرج علينا يبقى فاهم قد ايه العمل بتاع اللجنه دي بيتم على ارض الواقع. ازاي حضراتكم بتروحوا بتستكشفوا او بتشجعوا اصلا اصحاب الهمم ان هم، مش بتكلم على الذهني بقى دلوقتي، بتكلم ان هم يجوا ويشاركوا ويتشجعوا، لان مش كلهم عندهم هذه الاراده او نفس القوه والعزيمه. اكيد في ناس سؤال في منهم اللي عنده بس مش عارف يروح فين. هو اولا طبعا وسائل الاعلام ده رقم واحد. احنا في اللجنه البارالمبيه بنعمل بطولات دوري وبطولات كاس لكل الالعاب، فكل لعبه طبعا في انديه، يعني الاتحاد في تحتيه انديه، ففي في مصر اكتر من 500 نادي لذوي الاعاقه. ايوه طبعا ما بياخدوش الدعم اللي بياخده الاسوياء. يعني تلاقي الدعم للنادي كله 15 20 الف جنيه في السنه كلها طبعا غير الاسوياء. فالاجابه عن سؤال حضرتك ان اولا الناس بتعرف عن طريق ايه بطولات الجمهوريه والكاس. خلاص احنا بنعمل مراكز تدريب في المحافظات. يا جماعه احنا مثلا في محافظ كذا، اي واحد عنده مثلا ابن عايز يخش يلعب رياضه يروح مركز التدريب ده. مركز التدريب ده هو اللي بيدي او بيزودنا باللاعبين اللي ايه اللي هم يكونوا متميزين. في الجامعات في ذوي اعاقه وفي اتحاد للجامعات، واتحاد الجامعات ده بدا يدخل رياضات ذوي الاعاقه. كويس. فكل التقاضي زمان ايام كنت بلعب في الجامعات ما كانش فيه العدد. دلوقتي بقى خلاص بقى كله عارف. احنا عندنا ويب سايت اللجنه البارالمبيه المصريه، مكانها في الاستاد، بقى الناس عارفه، ووسائل اعلام برنامج مشكور في قناه الاهلي في القناه الثانيه، بيبقى كل واحد يطلع يقول بس احنا فين. في يا فندم مع كل ده اخصائي نفسي، لان خليني اقول لحضرتك يعني كلنا بحاجه الى دعم نفسي في مزبوط. بعض الاحيان طبيعه بشريه. دول كمان يعني الفئه دي للاسف زي ما حضرتك ذكرت ضغوط المجتمع عليهم بيضيف او بيعمل اضعاف يعني الضغط اللي احنا متعرض ليه. فهل في مع ده اخصائيين نفسيين بس مش اجتماعي بقى اللي احنا بنسمع عنهم، اللي هو يعني حد فاهم كويس، حد بيقدم معلومه صح، حد بيفيد فعلا دارس يعني. اقول لحضرتك الحقيقه بصراحه المعاق هو طبيب نفسه. هو طبيب نفسه. طب ما دي مش احسن حاجه بس بنفسه. ما انا عايز انا محتاج دكتور ايه؟ انا ده انا بخلي نفسي احسن صوره عشان الاخر يستقبلني باجابه جميله. هو ايه السر يا فندم ان معظم اصحاب الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه مش مجرد طاقه، عندهم اراده من حديد وعندهم فعلا زي ما حضرتك بتقول طاقه، يعني ممكن تكفي اربع خمس اشخاص من الاسوياء الحقيقه، يعني دايما كده. ودي حاجه ملفته للناس حتى بعيدا عن مجال الرياضه، حتى في الحياه العاديه في الشغل مثلا. بعتمد على نفسي. ما هو انا لو ما اعتمدتش على نفسي محدش هيجيب لي العكاز. خلاص انا الدنيا ما عندناش الرفاهيه اللي هدوس زرار يجي لي الجهاز لغايه عندي والعربيه تتفتح لوحديها والفرص اقل يعني. فانا اتعب عشان اوصل. يعني انا عشان اوصل هنا انا كنت بتمرن، مدرب يجي مره خمس ساعات ساعات يوميا كنا بتمرن. عايز اوصل الهدف. اللي عايز يجري بقى كان زمان كلمه النادي انا يومين اروح النادي. ففي ناس يروح النادي يقعد يشرب مثلا عصير والكافيتيريا وهاي ومش عارف ايه. انا رايح النادي عشان اتمرن. يعني ده كان الفرق، ان انا قدام كنت انا اروح الكليه اتمرن قبليها ثلاث ساعات الصبح ثلاث ساعات بعد الظهر واجي اذاكر. مجهود طبعا. مجهود. فهو ده ان انت عايز تثبت نفسك. والحمد لله خلاص بقى في عندك نماذج. نماذج شريف عثمان ده، فاطمه عمر، متولي مطحنه، اسماء كتيره. الاهم بقى من كده ان بداوا ذوي الاعاقه لما بيبقى واخد فرصه بيشتغل في اماكن كويسه. بدا رؤساء مجالس اداره الشركات بتهتم بيهم. صح. ليه؟ انا شغال في شركه سين. اجيب رئيس مجلس اداره واتكرم واذا كنت هطلع في التلفزيون ولا كده، فهم رؤساء مجالس الاداره يقول لك ده انا عندي لاعب بارالمبي. ده انا عندي لاعب كان الريس بيكرمه النهارده. يتشرف بيهم يعني. فبدا بيطلع واحد او اثنين في الشركه اللي فيها 10,000 واحد، وفي بعض رؤساء مجالس الاداره انا بطل بارالمبي. يعني لسه الثقافه مش واصله يعني هناك. طب وانا مالي يعني في ناس ما مش مدركه الموضوع. يقول لك انا عايز شغل.
وفي ناس بتتوقع وبتتفهم، والحمد لله باي حاجه بيكلموني بعلاقاتي، اكلم الوزير الدكتور اشرف صبحي يروح ماسك تليفون مع مثلا يكلم رئيس مجلس اداره عندك لاعب يا ريت. بس الخطوات دي كلها تمت بعد اهتمام القياده السياسيه بده. خليني اقول لحضرتك كمان التغيير اللي حصل في القانون، يعني كلنا اكيد كنا سعداء بان فعلا الفئه دي وفقا للقانون اخذت حقها، ما بقاش الامر متروك ل يا جماعه عملوهم كويس يا جماعه شغلوهم، لا وفقا للقانون هم ليهم حقوق زي زيك بالظبط. هي دي ساعدت برضه. دوستي على الحدث الحقيقي، الرئيس لما بدا يحضر حفلات لذوي الاعاقه بدا يستقبلهم، بدا يحصل قانون ذوي الاعاقه رقم 10 عام 2018 بقى ليهم حق، فخلاص انت عارف انت معاق، انت ليك حقك، ليك نسبتك، ليك عربيتك، ليك مرتبك، محدش يخش منك. وبعدين كده سياسية دخلت في موضوع خلاص كل اللي تحتيه لا اهتمام وزير رئيس وزراء رئيس. يعني احنا عندنا بطولة عالم ان شاء الله في شهر 12 الجاي، فقابلت الدكتور اشرف صبحي وديته الطلب، خلاص بقى التوجه لذوي الاعاقة قال ده ان شاء الله وممكن يبقى اكتر مني كمان. احنا عايزين يعني بقى نرجع نلتقي بحضرتك مره ثانيه بمجرد الانتهاء من البطوله دي، واحنا فردين كده مجموعه لطيفه من الميداليات، ونتكلم عن تفاصيلها. احنا سعداء جدا، شرفنا بوجود حضرتك معانا.